تحية طيبة. اليوم شفنا مع بعضياتنا كيفاش نتغلبوا على البقع اللي كتكون عندنا في البشرة ديالنا، وخاصة دابا مورا فصل الصيف العديد من الأخوات كيتضروا من هذا المشكل هذا. فأنا اقترحت عليكم وصفة بسيطة وسهلة: معلقة كبيرة ديال زيت الورد، نص معلقة صغيرة ديال زيت الخروع، نص معلقة صغيرة ديال زيت الجزر، وكنزيدوا عليهم 4 ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. نخلطوا هاد المكونات كاملين حتى كيتخلطوا في حمام مريم، كنخليهم يبردوا، والكريمة اللي كنحصلوا عليها كنوليو كنخليوها تبرد بعدا حتى كتولي كريمة هاد الخليط، ومن بعد كندهنوا بهاد الكريمة كل ليلة، وما كنقطعوش هاد الوصفة هذه، فهي كتساعدنا توحيد لون البشرة.